25 ألف بئر ارتوازي في إقليم كردستان، نحو نصفها مخصصة للشرب بعد معالجة مياهها، والبقية تستثمر في قطاعي الزراعة والصناعة. في أربيل العاصمة تستفيد أحياء في المدينة من مياه الزاب، لكن هذه المياه السطحية لا تسد حاجة العاصمة، لذا وبحسب إحصاءات رسمية فإن أربيل تعتمد بنسبة تقدر ب 50% على المياه الجوفية في توفير مياهها. بالنسبة لمشكلة المياه الجوفية في أربيل، أربيل مدينة كبيرة بها الجاليات والقنصليات والمكاتب الشركات الأجنبية هنا بشكل واسع، لأن ككونه عاصمة للإقليم مما أدى لازدياد سكانها، وهذا يتطلب مياه أكثر من دهوك وسليمانيا. لتقليل الاعتماد على المياه الجوفية، تنوي أربيل بناء 3 سدود موزعة على مدن الإقليم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية في بغداد لتخزين المياه وتوليد الطاقة وتطوير قطاع الزراعة، من دون أن تؤثر السدود الجديدة على كميات المياه الواصلة إلى سائر مدن البلاد. الإقليم لنية أن يبني سدود، وهذه ماكو مشكلة بها، لأن هاي سدود صغيرة مو مثل سد الموصل من سدود الكبيرة. فالسدود صغيرة ماكو ضير أن تبنى، وخصوصا هي بالشمال فماكو ضير من بناء. ومن أجل الحفاظ على خزين الإقليم المائي من المياه السطحية والجوفية، شرعت أربيل ببناء 41 بركة ماء جديدة وبكلفة 27 مليار دينار. يجري العمل على بعضها، وتم تنفيذ ما يصل إلى 40% منها بالفعل. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. يواصل